مع بداية شهر رمضان بلشت باقة الفيديوهات والبرامج على يوتيوب مع زيادة عدد المشاهدات والتفاعل من طرف المتابعين. فمن بين البرامج اليوتيوبية اللي تعودنا عليها بشهر رمضان شفت برنامج نور ستارز اللي كان بالتعاون مع ماركت بينيفيت للمكياج، حيث كان التعاون الثاني من بعد برنامج أنت الأجمل اللي انعرض برمضان السنة اللي فاتت. شكلك مو كثير غريب علي، عايشة معي بالبيت انت شو؟ بتعرفيني يعني؟ انت بني ستارز انا نور زاد، مش نور ستارز اليوم. نور زاد وكل حاجة بس البيت اختك برضه. نور زاد. حيث كان اسم برنامج هذه السنة ليالي بينيفيت، ونزلت الحلقة الأولى مبارحة حيث كان عنوانها مجلس نور زاد، حيث نور زاد هي الشخصية اللي تقمصتها نور ستارز بالبرنامج واللي بتشبه شخصية شهرزاد. وشفنا من خلال الحلقة مفاجآت وقصص وقيم متنوعة نصادفها بالحياة، وتعرفنا على ضيوف نور ستارز اللي كانوا من مشاهير اليوتيوب والإنستغرام: بنين ستارز، دكتورة خلود، خطافية، هديل مرعي، وزينب. نتسلى ونضحك كتير لأنه هاي هي ليالي بنفت. واللي لفت انتباه المشاهدين هو الديكور والألوان والملابس وحتى الموسيقى والجرافيك اللي كان بالبرنامج. فضيفة الحلقة الثانية من البرنامج كانت بنين ستارز اللي هي أخت نور ستارز، حيث انتشرت مجموعة من المقاطع من الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكثرها لحظة بكاء نور بالحلقة وتسأل الناس عن السبب. أنتوا شو رأيكم؟ وشو كان سبب بكاء نور ستارز بالحلقة؟